بسم الله. السلام عليكم الزوينات ديالي، اليوم بغيت نشارك معكم دي بيني كيجيو كيحمقوا وخا كيتقلاو في الزيت ما كيجيوش شاربين الزيت بصفه نهائيه. وحدين غنعمرهم بلا كريم دورونج، وحدين غادي نعمرهم بلا كريم باتيسيير اللي غنكها بالشوكولا. بالنسبه للمقادير كلها غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. كيف ما كتشوفوا معايا المقادير فهي سهله وبسيطه بزاف. هنا عندي في البول ديال التيرموميكس اولا ممكن تعجنوا في العجانه، كندير دقيق سنيده، فاني، خميرة، البيض، طبيعة الحال قريصة ديال الملحة، كندير الزبدة اللي تكون لينة على درجة حرارة المطبخ، وكندير حليبة تكون دافية، كندير جميع العناصر التعجن لمدة ديال 5 دقائق. من بعد ما تعجنات لي العجينه، بالنسبه للمقادير راها جد مضبوطه، ما تزيدوا ما تنقصوا. العجينه كتكون على هذا الشكل، هذا كتكون مرخوفه وكتكون كتلصق في اليد. كنغطي عليها بواحد لو فيلم اليمونتير ونخليها حتى تخمر ويضاعف الحجم ديالها. وندوزو دابا نصوبوا لا كريم باتيسير ديالنا اللي عندنا فيها الزبده، صفار البيض، سنيده، نشا، شوكولا غيش، ومعنا فاني والحليب. بالنسبة للمقادير مضبوطة غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. كناخد الحليب كنضيف عليه نص كمية ديال سنيدة مع الفاني وكنديرو فوق البوطة حتى يسخن. في واحد الإناء كندير البقية ديال سنيدة، لأن سنيدة قسمناها على جوج، النص درناه مع الحليب والنص غادي نطربو مع صفار ديال البيض. كنضيف عليها النشا وانا كنحرك وانا كنحرك وانا كنحرك حتى كيندمجوا ليا مع بعضياتهم. الحليب من بعد ما كيسخن كنضيفو على اصفر البيض مع تحريك المستمر باش ما يطيبش لنا داك البيض. صافي حتى كنكمل الحليب كامل وكنعاود نفرغو عاوتاني في الكسرونه. دابا غادي نرجع الكسرونه فوق البوطه مع التحريك المستمر حتى كتختار ليا ولا كيختار ليا الخليط على هذا الشكل. هذا خارج النار، شوفوا معايا كيفاش كتجي لا كريم باتيسيير. خارج النار كنضيف الزبده وكنضيف شوكولا اولي، بغيتو ديرو حتى شوكولا نواغ ديروها. صافي من بعد ما كنحس بالشوكولا دابت مزيان هي والزبيده وسط لاكريم، شوفوا معايا لا تيكستور ديالها كيفاش كتجي فنه. كنفرغها في واحد الاناء اللي يكون شي شويه متسع باش تبرد ليا دغيا. كندير لها لو فيلم اليمونتير وكندير هذاك لو فيلم اليمونتير يكون فوق الوجه ديال لاكريم باش ما تربيش ليا ولا باش بديش ليا واحد القشيره من الفوق. هنا العجينه ديالنا من بعد ما خمرات وضعف الحجم ديالها كنحاول انني نحيد منها داك الهواء اللي فيها، وكنستعين بالدقيق لانه العجينه كلها كتلصق. هذا دليل ان لي بيني ديالنا غادي يجيونا فنين وهشاش ورطبين ومفشفشين. كناخد كويرات وكنعبرهم، كندير فيهم 50 غرام في كل وحده. هاد الطريقه ديال لي بيني انا كتعجبني وكتحمقني وكتجي زوينه ودغيا كنسالي، كتجيني حسن من الطريقه الاولى اللي كنا كنديرو ليبوك ديال كنسرحو العجينه وكنبداو نقطعوها بالقطع. ما كتعجبنيش كيشيطو دوك لي شوت، ما كيجيوش زوينين فهمتي، وفيها تماره. هذه كتجيني ساهله بزاف، كنديرها كويرات وكناخد كل كره كنحطها في طريف ديال بابي كويسه. صافي كنكمل على هذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نغطي عليهم وغادي نخليهم حتى يخمروا ويضاعف الحجم ديالهم للمره الثانيه. هنا عندي الزيت من بعد ما كتسخن
شوفوا معايا كيفاش كيجيو لي بني، كيجيو فنين. كنحطهم بالبابي كويسون ديالهم ومباشره كنزولو. هنا الزيت كتكون عندنا سخونه البنات، غير كنحطوا لي بيني كنقصوا على الزيت، كنقصوا عليها باش ما يتحرقوش لينا وياخذوا لنا واحد اللوين يكون زوين. صافي كنبدا نقلي، راه ما كيشدوش لنا بزاف ديال الوقت، كنقلي وكنزولهم نحيدهم باش يستقطروا لنا من داك الزيت اللي فيهم. وهما راه صراحه راه ما كيجيوش شاربين الزيت بصفه نهائيه، ما حدو مسخان كندوزهم في سنيده اللي بطبيعة الحال كتبقى اختيارية. شتيو لي بيني هادو تاكلوهم غير هكا، زعما الا ما بغيتوش تعمروهم بلا كريم ولا هذا، غير هكا عرفتي كيجيو فنين فنين فنين، كيجيو كيحمقوا. شوفوا الشكل ديالهم شحال تيسطيو، عرفتي تيجيو غزر. وانا غادي نقسم لكم وحيده باش شوفوا كيفاش كتجي. شوف شوفوا شحال تتجي هشيشه. قلت لهم انا غادي ندير مشروع ديال البني. شوفوا 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 ليا، شوفوا شوفوا ليا، شوفوا الجبن، شوفوا الزبده، شوف كيجيو مقطنين مقطنين وكيجيو فنين فنين البنات. والله عتي كيجيو كيحمقوا، والله بغيتكم تجربوهم، والله وليداتكم لا غيحمقوا عليهم، كيجيو كيحمقوا. والمقادير جد 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 مضبوطه. دابا غادي ندوزو باش نعمروهم. وحدين غادي نعمرهم بلا كريم ديال الليمون والشوكولا بلون اللي فايت ليا شاركتها معكم ديك المره فاش درت الكيكه. قلت لكم هاد لا كريم راه غنصوب بها الكيكه، واللي بقى غادي نخليه باش نعمر به البيني. مهم المقادير ديال لا كريم راه هي عندكم. هنا كنعمرهم على هاد الشكل هذا، عرفتي كيجيو لذاد 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 بزاف بزاف بزاف. والثانيين غادي نعمرهم بلا كريم باتيسيير وشوكولا اولي. هيا عندنا لا كريم بعد ما بردات، كنحاول انني نحركها هكا شويه باش كنرجع لها داك القوام الكريمي ديالها. وتا هي نفسي كنعمرها هكا بالبوش حتى كنحس بهم عمرو. وصافي، وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو غزلان 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 وشي حاجه هماويه. شوفوا كيفاش كيجيو. مهم انا اليوم حاولت انني نعطيكم جوج اقتراحات، ها اللي بالكريمه ديال الليمون. شوفوا انا راه عمرتهم بزاف، عيني كبيره اختي عيني كبيره. شوفوا ديال لا كريم دورانج كيفاش كيجيو، كيجيو كيحمقوا ولداد بزاف. وهادو بلا كريم باتيسيير او شوكولا اولي. واو 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 واو, واو ما شاء الله كيجيو تحفه تحفه، فنين 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 اختي. انا دابا غنقولي ليا اش ناكل، ناكل بنية الليمون ولا ناكل بنية الشوكولا؟ دابا المشكله هو انهم بجوجهم بنان وبجوجهم واعرين وبجوجهم هشاش، ولكن راه ما يمكنش راه ما يمكنش راه ما يمكنش ما يمكنش على الدا فيهم شحال خطيره. بسم الله اش غنقول لكم، ياك بعدا غنغنم الله يعطيني الصحه. واعرين 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 البنات واعرين، ماشي حيت زعما مصوباهم كنشكر فيهم، واعرين واعرين بمعنى الكلمه. شوفوا معايا شحال واعرين فني هاد البيني، هاد لا غوسيت هادي ديال هاد لي بيني. غوسيت عندي مفضله كنديرها من زمان، ما كنبدلهاش حيت كتبقى بالنسبه لي احسن غوسيت، كتجي لذيذه كتجي هشيشه ومفشفشه. نتوما راه شفتوا معايا النتيجه. دي بيني كتصوبوهم بلا عذاب بلا حتى شي حاجه، واخا تنقليوهم ما تيشربوش الناس الزيت، تيجيو فنين فنين فنين. نختم معكم هادي يا اختي، غنختم معكم هادي. بسم الله اختي انا غنقول لك بسلامه، وخليني عافاك ناكل هادي ديالي. كنموت عليكم، تهلاو ليا فلوسكم، تلاقينا بكم ان شاء الله فيديو جاي لا بغى الله.
وبصحه وراحه.